بحضور ومشاركة الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام، عقد أصحاب المعالي والسعادة النواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والأدعاء العام بمجلس التعاون اجتماعهم العاشر في مقر الأمانة العامة بالرياض. وناقش المجتمعون عددا من الموضوعات، من بينها تنفيذ أمر القبض والإحضار على مستوى الدول الأعضاء بمجلس التعاون. تفاصيل أكثر عن هذا الاجتماع مع مراسلنا من الرياض سامي الحمود. اختتمت في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أعمال الاجتماع العاشر لأصحاب المعالي والسعادة النواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والإدعاء العام بدول المجلس بحضور الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام في مملكة البحرين. هناك أفكار وقواعد وضعناها قبل فترة تتكلم عن التعاون المشترك بين دول مجلس بين النيابات العامة في دول مجلس التعاون والاتصال المباشر بين دول مجلس التعاون بعض البعض. واليوم وضعنا لها آليات جديدة من شأنها تسريع عملية نقل المعلومة، نقل المعلومات بشكل عام وبالذات الأمور المتعلقة بالجرائم، اللي نعتقد أن سرعة نقل المحكومة من شأنها أن يؤثر على خفض الجريمة على سرعة ارتكاب المتهمين فيها. واستعرض الاجتماع مراحل تطبيق قرار المجلس الأعلى في دورته 34 التي عقدت في دولة الكويت بشأن إعارة أعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والإدعاء العام للعمل لدى دول المجلس، إضافة إلى التوصيات المرفوعة من اللجان الفنية وفرق العمل في الموضوعات النيابية الأخرى. أصحاب المعالي والسعادة، يسعدني مخاطبتكم في وقت تشهد فيه المنطقة تحديات خطيرة تحدق بها، وفي ظل أحداث انجسام وتداعيات لا يعرف أحد مدى أبعادها، ولا تزيدنا مثل هذه الأخطار إلا رسوخ وقوة واقتناعا بحتمية رص الصف وتكثيف الجهود والتعاون التام فيما بيننا وبين أجهزتنا، ومحاولة الارتقاء بهذه الأجهزة إلى المستوى الذي يخدم أمن وأمان شعوبنا ودولنا. كما ناقش الاجتماع مقترحا لتطوير جائزة حامد العثمان لأعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والإدعاء العام بدول المجلس، لتمنح لوكلاء النواب العموم المتميزين في المجال القانوني. الاجتماع النيابي الخليجي أكد على ضرورة التعاون في مجال أمر القبض والإحضار بين الدول الأعضاء واقتراح آليات واضحة ومحددة في مجال التعاون بين الدول الأعضاء. سامي الحمود لتلفزيون البحرين.